زيارة هي الأولى منذ 16 عاما، تطور للعلاقات الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية. فمن يناير 2021 وحتى نوفمبر من العام نفسه ارتفع حجم التبادل التجاري ليبلغ ملياري دولار. استثمارات في مجالات عدة أهمها المنتجات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات وقطع غيار السيارات والمواد الكيماوية. إن مصر لديها قدرة كبيرة على تحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي، وهناك مجالات متنوعة للتعاون من أجل تقوية التبادل التجاري والاستثمار. والقرارات التي تتخذها الحكومة في ظل مواجهة كورونا مؤثرة للغاية، كما أن مصر تمتلك شبكة قوية من الاتفاقات الإدارية تجعلها بوابة متميزة للدخول إلى أفريقيا وأوروبا. بلغت القيمة التراكمية للاستثمارات الكورية في مصر أكثر من 700 مليون دولار، متمثلة في 181 مشروع في مختلف المجالات، خاصة في المنتجات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات وصناعة النسيج وقطع غيار السيارات والمواد الكيماوية ومواد البناء والطاقة المتجددة والبناء والتشييد والشحن والنقل. وتستفيد هذه الاستثمارات من السوق المصرية الواسعة والتي تضم ما يزيد على 100 مليون مستهلك، إضافة إلى المزايا التجارية المتاحة لنفاذ منتجاتها إلى التكتلات الاقتصادية التي تربطها بمصر اتفاقيات تجارة تفضيلية، سواء الاتحاد الأوروبي أو المنطقة العربية أو الدول الأفريقية. ونتطلع خلال الفترة القادمة إلى مزيد من الاستثمارات الكورية. دعم من القيادة السياسية في البلدين دفع رجال الأعمال ممثلين للقطاع الخاص لبحث سبل توطين الصناعة في مصر، واعتماد الشركات الكورية على القاعدة الصناعية المتاحة بالسوق المصري، وبما يقلل من الانبعاثات الضارة الخاصة بالمناخ في ظل التوجه نحو المستقبل الأخضر. إن استضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 في نوفمبر المقبل، وقيام الدولة المصرية بإطلاق خطة وطنية للتكيف مع المتغيرات المناخية بحلول عام 2050، سيخلق منصة للتعاون المشترك والاستفادة من التجربة الكورية في تطبيقات الاقتصاد الأخضر في كل المجالات المتعلقة مثل الطاقة والنقل والمياه والزراعة والصناعة وتدوير النفايات. اجتماع المائدة المستديرة لمؤتمر الأعمال المصري الكوري مثل فرصة لقطاع عريض من البلدين للعمل سويا لخلق طفرة في التجارة البينية وزيادة فرص التعاون في ظل استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030. أوجه متنوعة للتعاون تجمع مصر وكوريا الجنوبية، التأكيد من خلال المباحثات المشتركة على أهمية زيادة سبل التعاون في مختلف المجالات، سواء في النقل والبنية التحتية أو كذلك إعادة التدوير، وبما يضمن استخدام كافة أوجه التعاون للتأكيد على استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة في مجالات متعددة. حماد العرب، التلفزيون المصري.